حياكم الله مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه الجولة الإخبارية بين يومين. ارتكبت قوات النظام مجزرة راح ضحيتها 20 شهيدا ومئة جريح معظمهم من الأطفال في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع جراء قصف صاروخي استهدف مدينة للألعاب في حي الوعر بحمص. لم يكن يعلم أهالي حي الوعر بمدينة حمص بأن مدينة الألعاب هذه التي جاءوا بأولادهم إليها ستكون هدفاً لصواريخ النظام التي حولت فرحة أطفالهم بالعيد إلى أشلاء متناثرة هنا وهناك. أكثر من 20 شهيداً ومئة إصابة معظمهم من الأطفال في حصيلة أولية للمجزرة التي ارتكبتها قوات النظام بعد قصفها حي الوعر بالصواريخ وقذائف المدفعية أعقبها عناصر النظام بفتح نيران الرشاشات بشكل مكثف على قلب الحي المحاصر. ثوار ريف حمص الشمالي ردوا على مجزرة حي الوعر بقصف معاقل الشبيحة في قرية الكم الموالية للنظام بثلاثة صواريخ متوسطة المدى، واستهدفوا بصواريخ جراد دوار الثامن من آذار في حي عكرمة الموالي للنظام ما أوقع قتيلا وعددا من الجرحى. حسبي الله ونعم الوكيل، مدينة تلبيسة. طيران النظام بدوره شن غارات على مدينة تلبيسة بثمانية براميل متفجرة أدت لوقوع عدد من الجرحى وسط دمار في ممتلكات الأهالي، كما تعرضت البلدة لقصف بالمدفعية الثقيلة والهاون من معسكر ملوك، فيما شنت طائرات النظام غارات على قرية القنيطرات بمنطقة عز الدين. ناشطون أكدوا سقوط براميل عن طريق الخطأ على حاجز الفلسطيني التابع لمعسكر ملوك شمال مدينة حمص. يأتي هذا بالتزامن مع غارات لطيران النظام على منطقة الجن شرقي مدينة الرستم. وفي ريف حمص الشرقي تستمر طائرات النظام باستهداف مدينة تدمر بصواريخ فراغية في ظل اشتباكات عنيفة بين النظام وتنظيم الدولة على طريق حمص تدمر، قتل فيها عدد من عناصر النظام ودمرت آلياتهم العسكرية. ومعنا محمد الحمصي ناطق باسم مركز حمص الإعلامي. محمد، إذن مجزرة في حي الوعر أغلب ضحاياها من الأطفال، ضعنا في صورة الوضع حتى الساعة وما هي آخر المستجدات؟ نعم، طاب مساءكم بكل خير، تحياتي لكم وللسادة المشاهدين. حقيقة يوم دوي ومجزرة مروعة شهدها حي الوعر اليوم قبل ساعات حقيقة باستهداف مدينة ألعاب للأطفال في عند يعني تقريبا مغرب هذا اليوم. هذا الصاروخ يعني أدى إلى استشهاد أكثر من 20 شهيدا بينهم يعني أيضا عشرات الأطفال وإصابة أكثر من 100 آخرين من المارة والمزدحمين وذوي الأطفال. حقيقة لدينا شهداء من عوائل كاملة، إن كان عبر طفلين شقيقين وإن كان عبر أب وأطفاله وإن كان عبر أمهات أيضا. حقيقة الوعر اليوم يعيش كارثة إنسانية بكل ما تعنيه معنى الكارثة من معنى. حقيقة إلى الآن وأنا أكلمكم عربات الشيك والصواريخ تنهال على حي الوعر بالنيران الحاقدة، استهداف قبل قليل للمقبرة أثناء الدفن يعني حقيقة ولله الحمد اقتصرت الأضرار على المادية فقط. هناك حقد طائفي كبير على هذا الحي وسط حصار إنساني وغذائي وطبي، جميع المخصصات المقرر إدخالها لهذا الحي في هذا الشهر منعت من الدخول وإن كانت دولية عبر منظمات الأوتشا ومنظمة الصحة العالمية. شكرا محمد الحمصي ناطق باسم مركز حمص الإعلامي من حمص عبر الهاتف. استشهد ستة أشخاص وأصيب أكثر من 20 آخرين في بلدة تفتناز بريف إدلب بعد استهدافها من قبل قوة النظام بأكثر من 20 برميلا وأسطوانة متفجرة. ومن بين الشهداء مراسل وكالة سمارت للأنباء الإعلامي عبادة غزال. قصف النظام شمل أيضا خان شيخون وسراقب وبلدة التمانعة دون ورود أنباء عن سقوط ضحايا بين المدنيين. إلى ذلك أعلن جيش الفتح قصف بلدة الفوعة بالمدفعية ردا على قصف النظام لبلدة تفتناز. ومعنا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز من إدلب. أهلا بك محمد، صورة الوضع في تفتناز بعد القصف الذي تعرضت له اليوم وحتى هذه الساعة، هل من معطيات جديدة مستجدات؟
نعم هاجر، قام منذ قليل جيش الفتح بالرد على قصف النظام لمدينتي سراقب وتفتناز. بدأ جيش الفتح بقصف بلدات أو قريتي كفرية والفوعة المواليتين لنظام الأسد والتي تعتبران مستوطنتين في ريف إدلب تابعات لنظام الأسد والميليشيات الموالية له. بدأ القصف بقذائف جهنم ومدافع الهاون وغيرها من الأسلحة الثقيلة. التنويه الآن الهام أنه أن هذا القصف لا يعني إنهاء الهدنة تماما بين جيش الفتح أو المفوض الإيراني عن نظام الأسد، إنما هو رد من قبل جيش الفتح على قوات النظام التي ارتكبت مجزرة مؤخرا أو قبل قليل في مدينة تفتناز، عندما قام طيران النظام بقصف هذه المدينة بعدة برامج متفجرة أسفر هذا القصف عن وقوع مجزرة بين المدنيين، راح ضحيتها أكثر من 5 شهداء من المدنيين بينهم الإعلامي عبادة غزال، وأيضا كان قبلها قد قام بشن 6 غارات في طيران الحرب على مدينة سراقب بريف إدلب، ما أسفر أيضا عن خروج احتجاجات في الشوارع على موضوع قصف المدينة من قبل النظام خلال عملية التفاوض. وإلى ذلك أيضا قام طيران النظام باستهداف مدينة خان شيخون أيضا الغام البحرية ومدينة أو قرية التمانع أيضا طالها نصيبها من القصف. عموما حملة قصف عنيفة جدا يشنها طيران النظام اليوم على قرى أو بلدات ريف إدلب، هذا الأمر وآخرها كان كما ذكرت مجزرة تفتناز والتي تعتبر أيضا هي من ضمن المناطق التي تدخل ضمن الهدنة أو المناطق التي من المفترض أن يكون فيها حظر للقصف. قام طيران النظام بقصف هذه المدينة، الآن يقوم جيش الفتح حتى هذه اللحظة باستهداف بلدتي كفرية والفوعة. تواصلنا مع الكثير من القادة في حركة أحرار الشام وفي جيش الفتح عموما، وأكدوا لنا بأن ما يحدث الآن من قصف لقريتي كفري والفوعة هو رد على المجزرة والقصف الذي والخرق الذي ارتكبه نظام الأسد في مدينة تفتناز، ولا يعني انتهاء الهدنة بشكل رسمي. لم يتم حتى الآن، لم يصدر حتى الآن أي بيان عن جيش الفتح بإنهاء الهدنة التي تم إبرامها والمفاوضات التي كانت جارية بين أحرار الشام ممثلة عن جيش الفتح والمفاوض الإيراني ممثلا عن نظام الأسد. شكرا محمد الفيصل مراسل أورينت نيوز، كنت معي عبر الهاتف من إدلب. تظاهر ناشطون في مدينة سراقب بريف إدلب وقطعوا الطريق الدولي دمشق حلب اعتراضا على أحد بنود هدنة الزبدان الفوعة والمتعلقة بإنشاء حظر جوي على بعض أجزاء المحافظة دون أخرى. بسم الله الرحمن الرحيم. أول شيء يا شباب، نحن هون بمدينة سراقب عم ننقصف يوميا، اليوم 6 غارات من وراء الهدني، من وراء الهدني صارت فينا. ليش الهدني على ناس وناس؟ ليش على مناطق وبتخص مناطق ومناطق بتنضرب؟ ونحن اللي قمنا بأول الثورة، من أول الثورة تاني مدينة في سوريا قامت سراقب يا شباب. وليش كل شيء حساب سراقب؟ أشو سراقب سويت؟ سراقب كل سراقب مع الثورة، وكلياتنا في ده الوطن، وكلياتنا مع الثورة ومنحب الوطن. وبعدين نحن ما منا شيعة بمناطقنا، نحن هاي ما منا شيعة بمناطقنا يا حسين، يا حسيني يا جيش الفتح، ما منا شيعة بمناطقنا وما منا نكمل هدني. هاي الهدني لصالح النظام يا شباب، وفهموها ما منا هدني. نحن كشعب، انا كشعب وعبر عن رايي، ما بدي هدني، انا مثلي مثل العالم. بدكم هدني يا شباب؟ بس سؤال، كلمه بسيطه، كلمه بسيطه، سؤال بسيط، ليش النظام عمل هدني 6 شهور؟ ليش مثلا موسمي؟ وليش اول شغله طول بالك، اول شيء النظام حسب حساب بالشتاء في طيران ما بيطلع بالمطر وبالاجواء الغيم، مزبوط ولا لا؟ هذا الحكي بده يصير، فحسب حسابه 6 شهور بنريح الطيران على حساب مين؟ حساب السوار، عم يضحك عليهم بس، طيران بنريحوه بنفوت غذاء وطعام وتدفئه للفوعة، وتالتان العالم بطلع من الزبداني ومن المضايا ومن سرغايا بدي استفيد منهم بجور نقل وباجار بيوت وبكل شيء بدي استفيد منهم، وبدي اجور نقل. يعني بالك هلا بدي اجيبهم من الزبداني لموريك نقطه التسليم، هذا الشيء ببلاش، كله بدي يدفعوا مصاري، والارض بدي كله بدي يدفعوا مصاري، والارض بدي ياخذوها، مو مسموح ما هو مسموح غير طالع معه اشو سلاح خفيف، انت بتعرف الحكي، معه مسدس او ار بي جي او روسي، ودبابات تبع اللي اغتنموها منهم وين بتروح؟ هاي بتضل النظام عندهم. بعدين هذا كل شيء محسوب للنظام، بس سوارنا ليش ما عم يشغلوا هالمخ؟ ما عم بعرف
ليش ما عم يشغلوا هالمناطق؟ نحن ما احترامنا مع الشيخ المحيسني، ليش سوى الفرض على مناطق وترك مناطق؟ ليش يعني ليش تراقب؟ ليش المعرض؟ ليش ريحه؟ ليش الشغور؟ ليش ما عمل على كل المناطق؟ ليش؟ هذا نحن سؤالنا اللي تحاور مع ايران ومع النظام، مع الايرانيين، ليش ما رجع شمر كل الريف؟ ايش فرق المعرة عن جسر ابو ظهور، ريحه، جسر الشغور؟ ايش فرقها عن كلها واحد، كل الريف واحد. نحن بندافع عنه ومشان ما نخلي فرصه للنظام يستغل هالامر هذا. عندنا رسائل نحن للجيش الفتح ولكل شيء بيوقف مع الهدني. الهدني يا بتكون على الريف الادلبي كله، يا ما بدنا الهدني كلها. تفضل. بس كلمي للمحيسني ولجيش الفتح، الشباب اللي استشهدت بمعركه الفوعه وكفاريا برقبتهم اذا وقت تمت الهدنه. هاي اخر كلمه نقولها، والسلام عليكم، يعطيكم العافيه. الله يعطيكم العافيه. تواردت انباء عن وصول سيارات تابعه للامم المتحده اضافه لسيارات اسعاف الى اطراف مدينه الزبداني بريف دمشق في محاوله لاخلاء عدد من الجرحى، فيما نفى ناشطو المدينه هذه الانباء وأكدوا عدم دخول أي وفد تابع للأمم المتحدة إليها، مؤكدين استمرار الهدوء على جميع جبهات الزبداني ومضايا وبقين. وعلى صعيد آخر، قامت قوات النظام وميليشيا حزب الله بحرق بيوت المزارعين في المناطق الخاضعة لسيطرتهم في سهلي الزبداني ومضايا في محاولة للانتقام من الأهالي حسب ما أفاد ناشطون. مع بداية الثورة السورية عول الكثيرون على ثورة ما في لبنان، وكان هناك ربط بين الوضع السوري والوضع اللبناني. ولو عم تحكوا بالزبالة في ناس عم بتموت، انه انتوا ازعجتكم ريحة الزبالة احسن ما يزعجكم الدم. لماذا ملف النفايات كان الاكثر استفزازا؟ انه سلاح حزب الله هو الملف الاخطر اللي عم نواجهه. استعمل كمان سلاح حزب الله لقطع الطريق قدام مطالب محقه بقضايا عديده. منظومه الفساد اللي حولت اللبنانيين لرعايا بيتلقوا رشاوى، كل اللبنانيين بيتلقوا رشاوى من زعم الطائفه تبعهم. لماذا غاب اسم حزب الله وصور زعيمه من لافتات المحتجين؟ وما هي العلاقه بين ما يجري في لبنان والثوره السوريه؟ حوار بين الإعلامية ديانا مقلد والصحفي ثائر غندور مع ديما والنوس. أنا من هناك، يأتيكم في الأوقات التالية على أورينت نيوز. أهلا من جديد. استهدفت طائرات النظام أحياء الصالحين والزبدية والسكري بعشر غارات جوية. مراسلنا إبراهيم الخطيب كان موجودا في اللحظات الأولى لاستهداف المباني السكنية في حي السكري بصاروخين فراغيين، أدى لسقوط عدد من الجرحى في صفوف المدنيين. أربع محاورات برم أول دور، لك يا مجرم يا بشار يا مجرم، لك يا معياد، لك هون اجي هون، مو حرام عليك؟ يا لا تعيد العالم بخزافك، انت محتمي بايران ومحتمي بروسيا ومحتمي في الصين ومحتمي، لا طلع نحن عندنا رب العالمين عندنا الله، لك مهما احتميت رح تسقط تحت قدرتنا، انت واللي عمال تساعدك، انت واللي واقف معنا، كل واحد واقف معك ان شاء الله بدنا ندوسها باجرينا. رح نضل المنطقة يا شباب. لم تكد شمس يوم الثاني من عيد الأضحى المبارك تغيب على أهالي مدينة حلب حتى قام النظام بارتكاب عدد من المجازر واستهداف المدينة بوابل من الصواريخ الفراغية التي انهالت على المناطق المكتظة بالسكان. هذه هي اللحظات والمشاهد الأولى لاستهداف حي السكري التي استهدفها الطيران الحربي بصاروخين فراغيين مباني سكنية، وهناك عارقون تحت الأنقاض يقوم الدفاع المدني الآن بانتشالهم بالتزامن مع تحليق ما زال ينفذه الطيران الحربي على سماء مدينة حلب وتنفيذه في أماكن أخرى. نشاهد حالياً الدفاع المدني، فرق الدفاع المدني التي بدأت تتوافد إلى حي السكري، وذلك بهدف انتشال المدنيين الموجودين في هذه المنطقة من تحت الأنقاض. إبراهيم الخطيب، أورينت نيوز، من حي السكري بحلب. دارت اشتباكات عنيفة بين الثوار وقوات النظام في محيط تل أحمر وقرية الحمرية وسرية ترنجي التابعة في معظمها للواء 90 في ريف القنيطرة الشمالي الغربي، وسط تكتم الفصائل المشاركة على نتائج تلك المعارك.
هذا وأعلن جيش الإسلام القطاع الجنوبي عن دخوله معركة وبشر الصابرين التي تدور رحاها منذ يوم أمس لتحرير عدة نقاط استراتيجية تصل ريف القنيطرة بالغوطة الغربية لدمشق. شدد وزير الخارجية الأمريكي جون كيري خلال لقاء جمعه مع نظيره الإيراني جواد ظريف شدد على ضرورة إحلال السلام في سوريا واليمن. وقالت مصادر أمريكية من داخل البيت الأبيض إن كيري ينوي طرح مبادرة جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي في سوريا. يأتي ذلك في وقت قال فيه مصدر روسي إن الرئيس فلاديمير بوتين بلغ قبل لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما موافقة نظام الأسد على تشكيل حكومة وحدة وطنية تمهيدا لإجراء انتخابات برلمانية مبكرة. يتصاعد الحراك الدبلوماسي والمبادرات السياسية لإيجاد حل للقضية السورية قبيل اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع القادم، حيث تحاول الأطراف المختلفة امتلاك أوراق ضغط لتكون طرف الأقوى في المحادثات المقبلة. جون كيري وزير الخارجية الأمريكي وخلال لقاء جمعه مع نظيره الإيراني جواد ظريف أكد ضرورة إحلال السلام في سوريا والسعي لإيجاد حل سياسي ينهي الحرب القائمة هناك. تأتي هذه التأكيدات في الوقت الذي أعلنت فيه مصادر في البيت الأبيض أن كيري ينوي طرح مبادرة جديدة بهدف التوصل إلى حل سياسي في سوريا، كما سيسعى في المرحلة القادمة إلى أن يجمع بين حلفاء النظام ودول أصدقاء سوريا بهدف التوصل إلى مفاوضات جدية. أوكي. هذه الأخبار التي أعلنها البيت الأبيض تتزامن مع ما أفصح عنه الكرملين من أن بوتين تسلم موافقة رئيس النظام بشار الأسد على تشكيل حكومة وحدة وطنية من الراغبين مما يسمى معارضة الداخل للتمهيد لانتخابات برلمانية قبل شهرين فقط من موعد انعقادها في أيار المقبل. ديمستورا وبعد لقاءاته مع مسؤولي دول كبرى وأخرى أقليمية كان قد اقترح خارطة طريق لتنفيذ بيان جنيف واحد عبر تشكيل ثلاثة مجالس عسكري مشترك وحكومة انتقالية والمؤتمر الوطني السوري، إضافة إلى احتمال صلاحيات بروتوكولية لبشار الأسد. مبادرات وقرارات كثيرة أصدرتها الأمم المتحدة لم تعمل على إيقاف نزيف الدم السوري، بل كان العنف يتصاعد بعد كل مبادرة أممية أو تصريحات لمسؤولين دوليين بما تقدمه من الضوء الأخضر لرئيس النظام وحلفائه لاستكمال التدمير في مختلف المدن السورية. قال وزير الخارجية الفرنسي لوران فابيوس إن بشار الأسد لا يمكن أن يلعب أي دور في انتقال سياسي مستقبلي في سوريا، معربا عن أمل بلاده في أن توضح روسيا نواياها العسكرية في سوريا في الأيام المقبلة. وأشار وزير الخارجية الفرنسي في مؤتمر صحفي إلى أن بشار الأسد مسؤول عن الفوضى الحالية وأن أي دور له في المستقبل سيفشل أي محاولة سياسية لحل الأزمة. وللمزيد من القراءة ينضم إلينا محمد عويس كاتب ومحلل سياسي من واشنطن. أرحب بك أستاذ عويس. طبعا بعد دخول روسيا هذه المرة بثقلها عسكريا الأراضي السورية، عن أي مبادرة جديدة يتحدث جون كيري الآن؟ أولا مسمى دخول روسيا إلى سوريا يعني هذا أنا بعتبره خطأ، لأن هو احتلال سوري احتلال روسي لسوريا بمباركة غربية أوروبية أمريكية وبعض الدول العربية، والجميع يعرف من هي الثلاث دول العربية الذين حجوا إلى موسكو ووافقوا مع جون كيري على أن يكون هناك قوات روسية واحتلال روسي للساحل السوري لتعقيد الأزمة السورية ولتغطية التطاول الإيراني وتطاول حزب الله في سوريا.
المطلوب هنا والمطلوب من الكونغرس الأمريكي، يطالبون الرئيس الأمريكي دائما بأن يكون حل يحفظ مصالح الجميع ويحفظ سوريا كدولة مستقلة وبعيدة عن التجاذبات وعن الاحتلالات الخارجية. ولكن ما فعله جون كيري أنا برأيي هو مؤامرة على سوريا وعلى الشعب السوري مع بوتين من أجل الحصول على الاتفاق النووي الإيراني، ومن أجل كذلك هناك مبادلة بين بوتين وبين الإدارة الأمريكية على موضوع شرق أوكرانيا. فلذلك أرى أن دخول روسيا إلى سوريا هو سيعقد الأمر أكثر وأكثر مما كان معقدا، بل وأضاف أسلحة فتاكة جديدة في يد الروس الآن. الروس هم الذين يقومون بعمليات القصف والقتل، والطائرة الطائرات بدون طيار الروسية لا تسأل هل أنت مسلم أو مسيحي أو سني أو علوي أو غير ذلك، بل تقصف الشعب السوري. الشعب السوري متداخل، الشعب السوري شعب واحد، وأتى هذا الاحتلال ولن يخرج ولن تستطيع لا أمريكا ولا غير أمريكا من إخراج الدب الروسي الذي لهذا كان لهذا لهذا السبب أستاذ عويس، لهذا السبب روسيا عقدت الأمور أكثر، ويبدو أنها عقدت الأمور أمام الولايات المتحدة وبعثرت ما تبقى من أوراقها. يعني تصريح جون كيري اليوم، ألا يفهم منها بأن الولايات المتحدة تريد التعويض الآن ببناء أي شيء ما مع إيران؟ أمريكا باعت القضية السورية للروس ولإيران. يعني لاحظنا أنه في المؤتمر الصحفي كان محمد جواد ظريف يتطاول ويقول أننا هنا لنبحث، نحن هنا لنبحث القضية السورية. ما هو دخل محمد جواد ظريف أو روسيا أو أمريكا إذا كانوا طرفا في هذا النزاع؟ لأن إيران تقتل، أمريكا عفوا وروسيا تقتل. وروسيا اليوم نزل 15 طائرة روسية إلى سوريا. هؤلاء لا يأتون بالأدوية، لا يأتون لنا لإخراج الجرحى من سوريا، بل يأتون بأسلحة ويأتون لاحتلال سوريا ولحماية عملاء إيران في المنطقة ولإعطاء روسيا ميناء على المياه البحر، على مياه البحر المتوسط، بعد أن كانت تحلم أن تأتي إلى هنا. الآن أعطيت على طبق من ذهب وفضة، أعطيت هذا الميناء ميناء بانياس، وهم الآن في طرطوس وفي اللاذقية وهو في كل مناطق، طائراتهم فوق سوريا، وهذا أصبحت سوريا مشاعا لكل من وطئ الطرى بما فيها إسرائيل. نعم، يعني هذا التخبط بين الأقطاب إن صح تعبير روسيا وواشنطن يزيده تناقضا وتخبطا أوروبيا، وخاصة بعد تصريحات فابيوس. يعني منذ فترة يقول الأسد يجب أن يكون طرف في أي حل سياسي، واليوم يقول بأن وجود الأسد هو أصلا سبب الفشل الذريع. يعني إلى أين يريدون الوصول؟ اسمحي لي فابيوس، أولا النظام الفرنسي متخبط منذ البداية، ومنذ عدة أسابيع سمعنا أن قامت فرنسا بضربات ضد المعارضة السورية، ولكن أي معارضة؟ هل لفرنسا استخبارات على الأرض السورية؟ كيف استطاعوا ومن أين أتوا وكيف ضربوا وكيف قصفوا؟ أنا برأيي أي دولة إن كانت عربية أو أجنبية قامت بقصف داخل سوريا يجب ألا تكون جزء من الحل في سوريا. يجب أن يكون الحل عبر الأمم المتحدة وعبر ممثلي الشعب السوري كاملا وبدون أي استثناء. الجميع يجب أن يكونوا على طاولة المفاوضات، وإلا كل هذا ما نراه من هذه المناورات كله، اسمحي لي أن أقول أنه عواء في البرية. ينبحون ولكن لن يستطيعوا حل مشكلة سوريا إلا إذا كان الشعب السوري ممثلا على الطاولة بدون أي ضغوطات، لا إيرانية ولا عربية ولا أمريكية ولا فرنسية ولا روسية. شكرا محمد عويس، كاتب ومحلل سياسي، كنت معي عبر الهاتف من واشنطن. نشرت صحيفة الرأي الكويتية تقريرا نقلا عن مصادر خاصة بالصحيفة حول وصول 100 جندي وضابط من طلائع القوات الخاصة الإيرانية إلى العاصمة دمشق.
إلى ذلك نقل تلفزيون روسيا اليوم عن مصدر عسكري دبلوماسي في موسكو أن كل من روسيا وسوريا والعراق وإيران قررت إنشاء مركز معلوماتي في بغداد يضم ممثلي هيئة أركان من الدول الأربع، مؤكدا أن مهمة المركز هي جمع ومعالجة وتحليل معلومات عن الوضع في منطقة الشرق الأوسط. يبدو أن توزيع المسؤوليات بدأ فعلا واقعا على الأرض السورية بين إيران وروسيا، فبعد تدخل المحور الروسي الآخذ في التمدد عسكريا دخل المحور الإيراني على خط التمدد ذاته. ففي تقرير نشرته صحيفة الرأي الكويتية نقلا عن مصادر خاصة بها أكدت أن ما يسمى بطلائع القوات الخاصة الإيرانية بدأت بالوصول إلى العاصمة السورية دمشق، مشيرة إلى أن طائرة إيرانية تحمل نحو 100 جندي وضابط إيراني من الوحدات الخاصة حطت رحالها الأسبوع الماضي في دمشق. تطور يثبت مرة أخرى مدى هشاشة النظام وضعف قواته وحجم الخسائر التي لحقت وتلحق به على مختلف جبهات القتال. هو التطور ذاته الذي يفسر نشر روسيا لقواتها في الآونة الأخيرة بسوريا. يقول التقرير إن ذلك تم بناء على اتفاق مسبق وتنسيق كامل بين إيران وروسيا ونظام الأسد وميليشيا حزب الله اللبناني التي تقاتل إلى جانبه، ومن أجل ذلك وضعت خطة تفصيلية لتحديد المسؤوليات بين الجهات الأربع. فكانت تالي: روسيا تأخذ على عاتقها القتال المباشر في المجال الحيوي في محافظة اللاذقية وحماة وبعض أجزاء حلب، وإيران تكفلت بحماية دمشق وصولا إلى درعا والقنيطرة. توزيع أثار أسئلة عن أهداف التقسيم بهذا الشكل، وهو ما أرجعه مراقبون إلى أن روسيا تسعى إلى حماية سهل الغاب من تقدم الثوار، لأن في السيطرة عليه يصبح الطريق أمامهم مفتوحا نحو اللاذقية، وهو أمر يساهم في إطالة عمر النظام وزيادة نصيب روسيا من حصتها في سوريا. عربيا وفي اليمن، سيطرت قوات التحالف على تلة الحجيل الاستراتيجية في مأرب، وكان طيران التحالف شن عدة غارات جوية على معسكر الشرطة العسكرية شرق صنعاء، كما استهدفت الغارات محافظة الجوف حيث خلفت عددا من القتلى والجرحى في صفوف ميليشيا الحوثي بينهم قادة ميدانيون، في حين وجهت طائرات الأباتشي التابعة لقوات التحالف ضربات دقيقة لمواقع المتمردين في صرواح والجفينة والفاو، أدت إلى مقتل وإصابة العشرات منهم، إضافة إلى تدمير عدد من الأسلحة والآليات العسكرية. هذا وقال تقرير أصدرته لجنة من الخبراء تابعة للأمم المتحدة إن تنظيم الدولة يزداد نفوذا في أفغانستان على حساب طالبان. وكشف التقرير أن عدد المجموعات والأفراد الذين انضموا علنا إلى تنظيم الدولة يزداد في عدة ولايات أفغانية باقية وتتمدد، دولة مزعومة تكاد تكون الأقوى دون رقيب أو حسيب على ما يبدو اليوم، بدت تفرد أجنحتها في بساط الأراضي الأفغانية على حساب طالبان طبعا. تنظيم الدولة يزداد نفوذا في أفغانستان، هكذا تقول التقارير حسب ما جاء في تقرير للجنة القاعدة التابعة للأمم المتحدة، حيث كشف أن عدد المجموعات والأفراد الذين انضموا علنا إلى تنظيم الدولة أو يعلنون مبايعته في ازدياد. فلا عجب أن يؤيد أكثر من 10% من أعضاء حركة طالبان الفاعلين تنظيم الدولة هناك رغم تنوع التحالفات، لكن ووفق مقاييس التوسع الاستراتيجي للتنظيم بات ملحوظا أن المجموعات مرتبطة به في 25 ولاية بأفغانستان من أصل 34 حسب مصادر حكومية أفغانية. ويذكر أن معظم المنضمين الجدد هم أفراد تم تجنيدهم من قبل مجموعات النواة الأصلية للتنظيم، بعضهم على خلاف مع القيادة المركزية لحركة طالبان أو يريدون الإعلان عن هوية مختلفة من خلال ابتعادهم عن طالبان التقليدية. لكن وبمحض الصدفة كما يبدو حين يبدأ التمدد يأتي الانسحاب، والغريب في الأمر هذه المرة من قبل أمريكا وحلفائها الذين أصبحوا يراجعون خيارات الانسحاب من أفغانستان.
صحيفة وول ستريت جورنال ذكرت وبالخط العريض أن الولايات المتحدة ومسؤولين عسكريين من قوات التحالف يعكفون على مراجعة خيارات جديدة بشأن الانسحاب من أفغانستان تشمل الإبقاء على آلاف الجنود الأمريكيين إلى ما بعد نهاية عام 2016، حملة أتت بها أمريكا تقلص أعداد جنودها لتبقي لمساتها الخفيفة فقط في صورة الحفاظ على وجه الوجود الأمريكي، ولا عجب بأن تشعل هذه التناقضات فتيل القلق من أن خفضا كبيرا للغاية في عدد القوات قد يضع الحكومة الأفغانية تحت ضغط متزايد من طالبان، أو بالأحرى قد يفسح المجال أمام التنظيم كي يكمل بناء دولته. التي يخوضها ثوار الجبهة تستمر آلة النظام الحربية بارتكاب المجازر بحق أهالي الغوطة الشرقية. تم الآن تجد عملية تمشيط قريب خربة الناقوس. شاهدين تجد الآن اشتباكات عنيفة بين جيش الفتح وقوات النظام المتمركزة في جبل الأرض. نحن في وسط مدينة إدلب الآن. يلتقي الزميل أنس تريسي مع والدته التي كانت معتقلة لدى قوات النظام. نعلن خربة الناقوس منطقة محررة السوريون هنا أرادوا توجيه رسالة مفادها ينتظر المئات من السوريين هنا وتحت هذا البناء في خيم بلا مأوى وبلا طعام وبلا شراب في انتظار آلاف اللاجئين العالقين في محطات القطار في بودابست وفيينا. من جديد، دعت الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية حكومة بلادها إلى منع دخول اللاجئين إلى أراضيها، معتبرة أن تدفق اللاجئين اجتياح لبلغاريا، في حين اعتبر رئيس وزرائها أن مشكلة اللاجئين تكمن في اختلاف دينهم عن الشعب البلغاري. إلى ذلك دعت فيدريكا موغريني مفوضة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي ليكون الأخير مستعدا لإصلاح قوانين اللجوء من خلال تصويت الأغلبية. دعوات جديدة بحق اللاجئين في أوروبا، لكن هذه المرة على لسان الكنيسة الأرثوذكسية البلغارية التي دعت حكومة بلادها إلى منع دخول اللاجئين إلى أراضيها، معتبرة أن تدفق اللاجئين اجتياح لبلغاريا. الهيئة القيادية للكنيسة المذكورة شددت على ضرورة أن لا يدفع الشعب البلغاري ثمن الأزمات في بلدان أخرى. يأتي هذا البيان الكنسي بالتزامن مع تصريحات المسؤولين السياسيين في بلغاريا، حيث أعرب رئيس الوزراء عن قلقه من هذا التدفق مبررا خوفه بأن اللاجئين مسلمون فيما الشعب البلغاري مسيحي. بلغاريا ليست وحدها في موضوع التصدي لموجة اللاجئين، حيث أعلن حزب الشعب اليميني المتشدد في سويسرا في بيان له أنه يعارض التوجه الحكومي في موضوع اللاجئين ويطالب بتشديد قوانين منح حق اللجوء في البلاد. وكذلك في فنلندا أوردت وسائل إعلام محلية أن متظاهرين رشقوا بالحجارة حافلة تقل لاجئين وأطلقوا عليها مفرقعات نارية وهي في طريقها إلى مركز للاجئين جنوبي البلاد، فيما دانت الحكومة هذه التصرفات معتبرة أنها أعمال عنصرية. مفوضية السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي قالت إن الاتحاد يجب أن يكون مستعدا لإصلاح قوانين اللجوء من خلال تصويت الأغلبية، مؤكدة أنه يجب التعامل مع موضوع اللجوء كأزمة أوروبية. ووسط كل هذه التجاذبات في السياسات والمجتمعات الأوروبية، كشفت مصادر طبية في اللجان التطوعية في إحدى الجزر اليونانية أن النسبة الأكبر من المهاجرين الذين يصلون اليونان هم من مقاتلي ميليشيا الحشد الشعبي العراقية، لافتا إلى أن السوريين لا يشكلون أكثر من 20% منهم، لتبقى أرواح السوريين في الواجهة عبر استغلال مأساتهم من قبل جهات متعددة. يطل عيد الأضحى المبارك على أكثر من 100,000 لاجئ سوري في السودان ليعيد لهم ذكريات الأعياد في مدنهم وقراهم السورية. أسرة أبو محمد واحدة من الأسر التي وصلت حديثا إلى العاصمة السودانية الخرطوم تعاني اليوم نقصا في الموارد الغذائية وعدم القدرة على دفع إيجار المنزل أو إدخال الأطفال إلى المدارس. يسير أبو محمد إلى سوق الماشية بصحبة ممثلين عن إحدى الجمعيات الخيرية
والتي توفر ما أمكن للاجئين السوريين في السودان، حيث قامت هذه المرة بتوزيع خراف الأضاحي على الأسر السورية في الخرطوم. يعني إلى الشعب السوري ما معتبرينهم لاجئين، معتبرينهم ضيوف. يعني كما شايفين بيوزعوا الأضحية وبيعملونا تعامل طيب وما شاء الله يعني بصحة وبعافية، الحمد لله بخير. يعني هنقسم لكل عائلة خروف أضحية، وهم هم هم بيزبعوهم بنفسهم ونحن بنقدم لهم الأضاحي، وهم كل عائلة بتطبخ خروفة على حسب برنامجهم هم. أبو محمد والذي وصل إلى السودان قبل 4 أشهر بعد أن خسر كل ما يملك في سوريا، يسكن وزوجته وأطفاله 5 في شقة من غرفة واحدة، لم يستطع دفع إيجارها لتتكفل الجمعية الخيرية بذلك، بينما يواصل أبو محمد بحثه عن عمل لتأمين لقمة العيش لأبنائه. أول ما جيت على السودان يعني كان في معي شوية ذهب، بعناهن أكلنا شربنا فيهن يعني، وهسع صفينا على الحديدة يعني ما عاد إمكان نهائيا. لم تساعد الكلمات أم محمد للتعبير عما يختلج في صدرها من تخوفات على مستقبل أطفالها الذين لم يرتادوا المدارس. ترعى أطفالها بما أمكن وتأمل بغد أفضل يعيد لأطفالها ذكريات الماضي الذي عاشوه في سوريا. أنا مشتاق أرجع سوريا ومشتاق ألعب مع أصحابي زي ما كنا نلعب، ومشتاق المدرسة اللي كنت فيها أنا. تبقى فرحة العيد على اللاجئين أو الضيوف السوريين كما يسمون في السودان منقوصة، ولكنها أدخلت فرحة على أفراد الأسرة ربما لا تتكرر كثيرا في مقبل الأيام. يأتي العيد على الآباء لينسيهم هموم الحياة ولو لبعض الوقت، وعلى الأمهات ليفرحن بأبنائهن عيدا بعد عيد، أما الأطفال فيتمنون لو أن كل يوم عيد. محمد أبو العمرين، أورينت نيوز، الخرطوم. شارك أكثر من 210 أطفال سوريين باحتفالية عيد الأضحى المبارك التي أقامتها مجموعة هذه حياة التطوعية في العاصمة الأردنية عمان. مراسلنا هاني موعد كان ضمن الحضور في هذا الاحتفال. نال من اهتمامهم بشكل كبير أكثر من أي حيوان آخر في هذه الحديقة، تجمعوا أمامه وراقبوه من خلف قفصه. شو عملت اليوم؟ شو أكثر شيء حبيتي؟ الأسد. الحيوانات، الأسد. من بعدها تجولوا بأرجاء حديقة الحيوان بشكل سريع وصولاً للألعاب. هذه الجولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك أقامتها مجموعة هذه حياة التطوعية في العاصمة الأردنية عمان. هلا اليوم جبنا 210 أطفال بالضبط مع أمهاتهم. الفكرة أنه نعيشهم جو العيد مثله مثل أي طفل بالأردن، ما بنحسهم بالغربة قدر الإمكان. يعني الأطفال أولا يعني إحنا مبارح سوينا لهم كسوة، أغلبهم اللي هون لابسين كمان من الإيفنت سوينا له الكسوة العيد، هن لابسين لبس العيد واليوم جبناهم لنلعبهم. أغلب الأطفال هم من اليتامى وأولاد الشهداء لتكون هي الرحلة الأولى لهم خلال هذا العيد، حيث عبروا عن سعادتهم بشكل كبير لقناة أورينت نيوز. رحنا على الألعاب وتسلينا كتير حلو الرحلة، أحلى منها ما في. أول ما أجينا لهون استغربت إنه كل الألعاب ببلد، يعني هي أحلى رحلة بحياتي. الله يفرح قلبه مثل ما أنتوا فرحتوا قلبنا، ونتمنى نرجع على سوريا. استمتعت فيها بلعبة البطة هديكة وبالسفينة وبالأسد والنمر. اليوم شيء ظريف والحمد لله رب العالمين اللي عم يساعدونا وكتر خيرهم والله ييسر لهم عمرهم، والحمد لله رب العالمين. جاء صريف والله شيء حلو. والله هي ما طلعوا ابدا من العيد، اليوم اول يوم العيد بيطلعوا. اي والله اليوم اول يوم العيد بيطلعوا، انبسطوا كثير وانبسطوا. اي شارك في هذه الاحتفاليه متطوعون جدد تحملوا مسؤوليات جديده بمراقبه الاطفال في حديقه الحيوان. نحن بناخذهم ويكون عليهم اشراف بحيث انه ما حدا يفلت منا، انه حيكون في غيرهم اطفال هن ممكن يضيعوا، تمام؟ فهو لازم يكون الطفل دائما معنا، ومنقسمهم كمجموعات، كل متطوع مسؤول عن مجموعته. التطوع أول شيء مسؤولية، ف
ففي شوية صعوبة. ثاني شيء فرحة، يعني أكثر شيء لحتى تسعد نفسك لازم تسعد غيرك، حتى تلاقي الفرحة بعيون الأطفال أكيد رح أنت تلاقي هاي الفرحة. شملت الجولة بالإضافة لمشاهدة الحيوانات ركوب الألعاب الكهربائية وبحضور بعض أهالي الأطفال. يعتبر هذا النشاط واحدة من أنشطة مختلفة تقوم بها مجموعات تطوعية سورية في الأردن. هاني موعد، أورينت نيوز، عمان. نظم أهالي وناشطو مناطق درعا المحررة عددا من ساحات الألعاب لاستقبال الأطفال في العيد، إلا أن ألعابها اقتصرت على بعض الأراجيح والألعاب البدائية. أجواء العيد في درعا في هذا التقرير. بمبادرات فردية قام أهالي وناشطون في قرى وبلدات ريف درعا المحرر بتنظيم ساحات وضعوا فيها ما تيسر من ألعاب للأطفال علها تسهم في إبعادهم عن أجواء الحرب والدمار وتعمل على إدخال بهجة العيد إلى قلوبهم الصغيرة. الهدف إنشاء الألعاب مشان نبعد الأطفال عن جو القصف ونحط البسمة على وجوههم ونسيهم جو الحرب بشكل عام. الألعاب اقتصرت على بعض الأراجيح والألعاب البدائية، فجيل كامل من أطفال درعا بشقيها المحرر والخاضع لسيطرة النظام لم يشاهد مدن الألعاب الحقيقية إلا عبر شاشة التلفاز، فمدينتي الألعاب الوحيدتين في المحافظة احتلتهما قوات النظام وحولتهما إلى سكنات عسكرية، إلا أن الإصرار وحب الحياة كان ماثلاً في وجوه الأطفال وهم يلعبون هنا. ما هي بشكل عام ما بنعرفهاش، نسمع فيها بالتلفزيون انه كبيره وبتشتغل على الكهرباء وبس. احنا عندنا هاي الملاهي المراجيح والدوخات، احنا هون اللي بنلعب عليها معيتها. بس الملاهي اللي هون بس هي النطيطات والمراجيح. الملاهي هي نطيطات ومراجيح ودوخات والعاب، بنجي عندها مشان نفرح ونلعب. تشكل ساحات العيد كما يسميها الأطفال متنفساً لأطفال المناطق المحررة كونها تخرجهم ولو آنياً من أجواء الحرب المحيطة بهم، فتعكس إرادة الحياة لديهم وتظهر عدم مبالاتهم بقصف طائرات النظام. ألعاب بدائية في عيد ريف درعا المحرر ترسم البسمة على وجوه أطفال لم يعرفوا معنى آخر لمدن الألعاب. بشر أحمد، أورينت نيوز، درعا. ختام هذه الجولة الإخبارية، شكرا على طيب المتابعة. orient-news.net دائما للمزيد من الأخبار، في أمان الله.